تعز حيث حرب الميليشيا حطت رحالها وملت بأوزارها وأوجاعها أرجاء المدينة، فقتلت وشردت الآلاف وجعلت المدينة على موعد متجدد مع الموت والنوائح، وأصبح القصف والقذائف هي الحدث الأبرز في يوميات السكان. لا تتوقف الاشتباكات في المدينة المضخمة بالوجع، حيث شهدت أحياء الجبهة الشرقية معارك عنيفة خلال الساعات الماضية، تمكن فيها أفراد الجيش الوطني المسنودين بالمقاومة الشعبية من التصدي لهجوم الميليشيا التي حاولت التقدم باتجاه مواقع سبق وأن خسرتها خلال الأيام الماضية. الأمر ذاته يحدث في الجبهة الغربية، حيث تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من التصدي لهجمات الميليشيا على جبل هان وأجبرتها على التراجع بعد أن تكبدت خسائر فادحة في العتاد والأفراد، الأمر الذي جعلها تعوض انكسارها بالقصف على منازل المدنيين، والنتيجة أسماء جدد تضاف إلى قائمة طويلة من الضحايا المدنيين. وليس ببعيد من المدينة لحقت الحرب بالمدنيين القاطنين في أرياف المحافظة. مصادر ميدانية قالت إن الميليشيات المتمركزة في جبل قرن غراب التابع لمديرية الوازعية قصفت بشكل عشوائي باتجاه مواقع الجيش الوطني في منطقة بني عمر التابعة لمديرية الشمايدين، ما دفع بالجيش الوطني إلى الرد بالمثل.